علشان تلقى الخير قدامك اوعى في يوم تقطع أرحامك. حبايب الحلوين كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. حلقتنا النهاردة صلة الرحم وكرم الضيافة. حلقتنا النهاردة مختلفة. ده انا لسه هقول ازيك يا جدو اصلا. ازيك يا جدو؟ انت مش شايفه الواد فلت عامل ايه يا حنان يا بنتي؟ ماله يا جدو؟ ايه اللي مش عارف داخل متاثر قوي كده. مالك يا حبيبي يا فلت؟ ما الدنيا كويسه. انا كويس الحمد لله. لا لا، الصوت الواطي ده يوحي ان في حاجه، في دراما وتراجيديا في الموضوع. مالك يا روحي؟ هو بيوحي فعلا. طب قول، اتكلم. افضفض فضفض يا روحي. قولي اللي في قلبك، عبر دلدق عن نفسك دلدق. يا حبيبي حلو المعنى نفسه. هو انا ليا مين غيركم؟ طبعا يا روحي انتوا واصحابي اللي في البيت. اصلا اكتشفت كارثه يا ماما حنان. انجز. اكتشفت ان ماما وبابا مش بيحبوني. ازاي تقول كده؟ جبت الكلام ده منين؟ ازاي تقول كده؟ وجبت المعلومه دي منين اصلا؟ بالدليل القاطع مما لا يدع مجالا للشك. ايه ده؟ وانت تحس انه ايه ده؟ تحس انه محامي ولا ايه؟ بص، هو اداني احساس كده انك هيبقى لك مستقبل جميل قوي في الدفاع. بس ايه اللي خلاك تحس الاحساس ده؟ ما احنا نعرف بقى القضيه بتاعته. يمكن يكون كلامه الكبير ده. يعني يا جد هو ما اشتكلكش وحكى لك؟ ولا اعرف حاجه يا بنتي. ما انا بكتم في قلبي. لا لا، بعد الشر عليك، انت هتخليني كده اتخض عليك ليه؟ فضفض يا ولد، ما تعصبنيش. بفضل اكتب اكتب اكتب. لا 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 يا حبيبي، لا بعد الشر عليك. بقول لك ايه، ما يعني انا مش قادره اتمالك نفسي، لانك مسكر في كل احوالك. مسكر وانت متضايق، مسكر وانت متعصب، مسكر في كل حاجه. حبيبه قلبي اتفضل يا ولد. انا شكلي هجيب شنطه هدومي واجعيش معاكي خلاص. طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ هقول لك بقى. يلا. امبارح كنا عازمين عندنا في البيت خالته كوثر. والنبي صح، كوثر جات لكم امبارح يا ولد؟ ايوه، وخالته احسان. محدش قال لي يعني. ماما كانت عامله حسابها ان حضرتك تيجي، بس كانت عارفه ان عندك تصوير. ما يجراش حاجه، كمل لا ماشي. لازم حضرتك تنورينا بكره. ماشي. المهم بقى، ابص الاقي بقى ايه، حسن ابن خالتي كل ما اجي امد ايدي على حاجه يروح هابرها. الله. ابص لماما واصغر لها، والله يا ماما طب انا ما دقتش الحمام المحشي يا ماما، ناوليني حمامي. ابص الاقي ما شاء الله حسن يبص. استنى يا ولد، كنتوا عاملين حمام محشي؟ ومن اللي قلبك يحب، بس انا ما دقتوش. بسم الله عليك، ده انت مش تعيط، انت تتشحن. طب اهو يا حبيبي ده اهرضي. يا حمام يا محشي. كمل كمل. المهم ان حسن يرتجع ابدا. اجي ابص للحماميه من دول واصغر لها كده بطرف عيني. الاقي بقى ايه؟ طبعا مؤدب بقى، انا ما بمدش ايدي. اروح غامز ماما. ماما انا ما دقتش الحمام المحشي، لو سمحتي حماماية. طبيعي تديك، الطبيعي تديك. اديكي قلتي، الهي ربنا ينصفك يا ماما. طبعا انا امي حبيبي، اتفضل. كان فاضل حماماية واحده في الطبق، راحت قالت لي استنى يا فلتة لما حسن ياكل. خد يا حسن يا حبيبي كل الحماماية. وانا لا. طب هقول لك حاجه. بس يا بابا، هو ده اللي مزعلك يعني؟ طب هقول لك حاجه يا فلتة، هو ضيفك يا قلبي، هو جاي يوم وماشي. ما انا هقول لك بقى، ما ماما كل شويه تقول لهم انتوا مش ضيوف براحتكم، انتوا مش ضيوف براحتكم. ايوه طبعا. طب هي دي حقيقه يا حنان يا بنتي. اما هو النهارده عندي بكره عندك. خلي بالك، يعني انت النهارده هو عندك ضيف، انت بكره هتبقى عنده. بص بقى، ما تعملش زيه خالص، اوعى تنشن على حاجه وتفضل قاعد على السفر. معقوله؟ ايه ده؟ ايوه يا روحي، العزومه الجايه هتبقى حسن التاني، هتبقى يعني حد تاني زيه بالظبط. تبكي، هيبقى تقليد اعمى يا بابا، من غير ما تفهم ماما كانت بتعمل كده. بموت في جده. بعد اذنك بقى يا حنان يا بنتي. اتفضل يا جد. هقول له كلمتين. اتفضل. بص يا حبيبي، في حاجه اسمها اداب الضيافه. ومن اداب الضيافه يا فلتة يا جميل انت، انك تستقبل ضيفك بالبشاشه زي جدك بشوش كده، والابتسامه الحلوه. الله. عشان دي ليها اجر كبير عند ربنا. صح يا جد. ان كان على قد الابتسامه ابتسم من هنا لهنا، ما تزعلوش. بسم الله ما شاء الله، بقك يعني بيقول. استنى بس يا ابني، اصبر على رزقك. وكمان لازم تحسس ضيفك انك انت مش طايقه. ليه ولد كده يا حبيبي؟ مش طايقه. ركز مع جده يا ولد. تحسسه بانك انت فرحان ان هو جه عندك البيت، ويكون فرحان فعلا يا جدو. ايوه، لانه لما بيعزمه كده بيرضي ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ده انا هقول لك بعد شويه حديث لسيدنا النبي. ايوه، ويخليك كده اي حد يدخل عندك وينشن على حاجه تروح تحطها له كده وتقول له ايه، اتفضل يا روحي، اتفضل يا حبيبي. ما تبقاش متعصب ولا متضايق. اقول لك الحديث ولا جدو خلص حديثه الاول؟
استنى اكمل كلامي. كمل يا جد. اتفضل. من ضمن اداب الضيافه اطعام الضيوف من احسن الاكلات اللي موجوده عندك. تحط نوع واثنين وثلاثه، وده هنا ما اسموش تبذير، ده اسمه اكرام للضيف. لحظه يا جدو، بس منت في الظروف الراهنه دلوقتي احط صنف واثنين وثلاثه؟ خليك منطقي، خليك منطقي علشان اعرف اسمعك. ايا كان يعني اللي موجود. ماشي يا جدو. والاهم من ده كله، من اداب الضيافه، انك ما لا تنظر الى طبق الغير وطعام الغير. صحيح. ليه صحيح بقى؟ كده. انت كده بتحسسه بالاحراج. أيوة. انك انت مثلا كانك ولد محروم ما بتاكلش، ايه نفسك في الحاجه اللي قدامه؟ إيه لا طبعا، هو بياكل، هو كده بيتأفف وزعلان، وممكن يكون كمان نفسه اتسدت عن الطعام. لا ولا اتسدت ولا بالظبط، كنت لسه هقول لك، هي لو كانت اتسدت كان جه حبيبي النهارده كده يعني متضايق ومتعصب. والله كان ساب له فردت الحمامه وكان كلها، وما كانش النهارده اتعصب فلتة. طب انا هسألك سؤال يا فلتة. يا ابني ده حمام، ده حمام يا جدو. ما انا عارف يا بنتي، وبيطير. هو ايه اللي بيطير؟ ده الحمام اللي بيتاكل كده على طول. بيطير على البق. ايوه بيطير على البق. سندوتش يا جدو. اقول لك بقى حاجه يا استاذ فلتة، سؤال مهم جدا يطرح نفسه. اتفضل. انت بتستنى لما الناس اللي عندك ضيوفك يخلصوا اكل وتقوم، ولا بتقوم قبلهم وانت متضايق؟ انا طبعا لما حصل موقف الحمامه دي رحت رازع الطبق ورحت قايمه. اه اخس عليك يا فلتة. هنا بقى الغلط يا حنان يا بنتي. طبعا. ايوه كده لازم تقعد لحد ضيفك ما يخلص اكله ويقوم من على السفره يا ولد. آه. وتشيك على الاطباق. واقعد اتحل بقى. ده بقول لك شيك على الاطباق. ثانيه يا بنتي، شيك على الاطباق ايه؟ ده هو علشان خاطر ما تحسشوش ان هو لسه جعان، حاسس ان هو جعان. فردت حمام تانيه من جوه. يعني عشان ياكل براحته. بص الحادثه دي جدو بيقول كلام هو صح جدا وجميل جدا، بس انا اكل عندي فردت حمام جوه شايلها لنفسي واقوم اطلعها كده. يعني الموضوع محتاج عزيمه. حبيبه قلبي يا ابو محمد. محتاج. بص هقول لك حاجه، انا هفكرك بالحديث بتاع سيدنا النبي وافكر نفسي بيه. ايوه. خلاص. عليه الصلاه والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا أو ليصمت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق. أنا أخش أجيب له فردة الحمامة اللي في المطبخ وهحطها له. إيه ده يا حنان، أنت عاملة حمام؟ يا إيه ده؟ ده أنا قلت ما كنتش عايزة أقوله، كنت عايزة أعملها لكم مفاجأة. هي طالعة بالفريك ولا بالرز؟ معلش. بص يا جدو، أنا عاملة بص يا جدو، أنا عاملة كل اتنين هيشتركوا في واحدة. حاجة كويسة. جمعية. وبعدين نصها فريك على نصها رز. يا ولد. وخدت لك الكبد والقوانص بتاعت الحمام وعملت لك بيهم طبق كده، عشان لو مش حابب تاكل الحمام يا جدو. مين ده اللي مش حابب؟ انا هطلع من الاستوديو على الحمام على طول. طب ما انت عشان سنانك يا جدو. لا ما تقلقيش، انا سناني حديد. وانا الركبي حديد. افتكرنا افتكرنا عند الامام دلوقتي. ربنا يدي الصحه يا رب. ده انا كنت جاي مقهور. لا خلاص بقى. لا بس انا دلوقتي معقوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصانا على الضيف؟ طبعا. يا نهار ابيض. طبعا سيدنا النبي بيقول لك اكرمه، طلع له واديله، اكله. وبس بايه بقى؟ بحب. بجد ما احطش الاكل عيني فيه. الولد بعد شويه يخش التويلت، ومن التويلت هيروح في حته ثانيه. يا كبدي يا ابني. ما يصحش كده يا ولد. طب انت عارف الحميات على طول. لا بقت الشر. لما تعزم حد عندك في البيت. سواء بقى من قرايبك او من اصحابك. بعد ما يمشي من البيت اي حاجه وحشه في بيتك بتخرج وراه على طول. تخيل بقى، ربنا بيبعدها عنك علشان انت اطعمته. صح يا جد. صح يا جد. يعني البيت هيبقى فيه بركه وخير لو انا اكرمت ضيفي؟ طبعا ويزيد. والحمام ده سبحان الله تلاقيه بقى غيه كده، موجود ازاي وما تعرفش. تبص تلاقي الحمام على الحمام يا حبيبي. اصل انا بصراحه الحمام ده بالنسبه لي حاجه كبيره، هو وديك الروبي. طب يلا بينا نعمل الحمام. حلقتنا خلصت يا فلتة، انت وجدته. كل سنة وانتم طيبين. يا خسارة. وكل يوم بيعدي من رمضان بجد الواحد بيبقى عايز يقول والنبي ما تمشي. يلا كل سنة وانتم طيبين. وانتم طيبة يا بنتي. وان شاء الله بكرة في نفس الميعاد مع ماما حنان وجدو بشوش وفلتة الفنان. استنونا بإذن الله. أشكركم وإلى اللقاء. مع السلامة.